إلى ذلك، توقع المركز الوطني للأرصاد تحول المنخفض المداري إلى عاصفة مدارية في شرق بحر العرب يصاحبها سحب ركامية ممطرة، كما توقع تحرك العاصفة المدارية باتجاه غرب وشمال غرب إلى وسط بحر العرب وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال 24 ساعة القادمة. وقال المركز أنه لا يوجد تأثير مباشر على دولة الإمارات العربية المتحدة خلال 3 أيام القادمة.